مكملين بمشوارنا الصباحي، وصلنا لفقرتنا الطبية لنحكي فيها عن مشكلات الأسنان، من المشاكل الشائعة اللي بيعاني منها كثير من الأشخاص، وبتتنوع أسباب آلام الأسنان وحدتها حسب المشكلة اللي بيعاني منها كل شخص. يا رشا، أكيد يمكن هي من أكثر المشاكل اللي بيقول عنها طبيب الأسنان خطرة إذا ما تم علاجها بالوقت المناسب، ويمكن تسبب عدوى لباقي الأسنان. نحن اليوم ضمن فقرتنا رح نضوي على هذا الموضوع، رح نعرف شو أهم الأسباب وطرق العلاج والوقاية. وضيفنا لليوم هو الدكتور حسين عبد الكريم، الأخصائي بأمراض الفم والأسنان. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباحكم إن شاء الله سعيد لكم ولكل المشاهدين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بداية دكتور، خلينا نحكي عن الخراج بشكل عام وبعدين نوضح شو هو خراج الأسنان. هلا الخراج هو عبارة عن رد فعل الجسم أو دفاع للجسم ضد أي اختراق جرثومي له او نسيج من انسجه الجسم. ممكن خراج يكون عندنا بالجلد، ممكن يكون بالنسج الداخليه، ممكن يكون بالاسنان، ممكن يكون بالعظم. يعني في عندنا الخراجات هي باب واسع كثير. نحن خلينا نحكي اليوم عن الخراج السني. طبعا الخراج السني بينقسم لكذا نوع، كمان عندنا خراجات اللثه، عندنا خراجات الاسنان، وعندنا الاكياس. طبعا الاكياس هي مرحله بتصير، ممكن تكون في اغلب حالاتها مرحله غير ردوده للمعالجه، الا اذا دخلنا عليها جراحيا في بعض الحالات ممكن نعالجها. بينما الخراجات السنيه العاديه ممكن نتعالج احنا عن طريق معالجات محافظه، اما باجراء مثلا اذا كان الخراج خراج لثوي ممكن نعالج اللثه، اذا كان الخراج خراج اسنان بنعالج السن، بنفوت بالعصب وبنعالجه وبنحشي الاقنيه مضبوط، ناخذ نتيجه جيده. طيب دكتور، هذا الخراج اكيد بيرافقه اعراض بتظهر على المريض، ويمكن كل حدا فينا مرق بهي الحاله وشفنا شو بصير داخل الفم، ولكن هل هو طبيا انه ممكن هذا الشيء ينتقل لخارج الفم؟ شو هي اهم الاعراض اللي ممكن تظهر؟ هلا بالنسبه للخراج اكيد له اعراض. طبعا بتبدا اول شيء بالام بسيطه بالاسنان اذا تم اهمالها من دون الكشف مصدره، ممكن يكون نخر مثلا بسيط، احنا ممكن نعالجه بحشوه عاديه. في حال اهمل وغاض الموضوع المريض ممكن يوصل لالتهاب بالعصب. طبعا لحد الان احنا لساتنا ما تشكل عندنا خراج، صار لنا التهاب عصب، ممكن كمان اذا لحقوا بهي المرحله هي ممكن يتعالج. اما في حال تاخر عليه رح يصير عندنا احنا نواتج التهابيه بتشكل عند ذروه الاسنان، بصير عندنا موضوع بنسميه الخراج احنا. طبعا هذا الخراج هو وحجمه هو النشاط والنشاط الالتهابي اللي فيه، ممكن يصير عندنا ورم، ممكن يصير عندنا الام شديده جدا، ممكن يكون الام على العض، ممكن يكون الام ليليه ما بتخلي المريض ينام. احيانا لك واحد انه انا صار لي يومين ما نمت ولا مسكن ولا شيء عم يفيدني. طبعا هذا كله دليل على وجود خراجات سنيه. وبيعطي انذار حكيم، بيعطي انذار انه اليوم في خراج، بيعطي انذار من قبل. عرفتي كيف؟ بيعطيه انذار للمريض من قبل انه هو في خراج عنه هون. في خراج رح يصير، او انه في عندنا الم بالمنطقه الفلانيه. هي هو الالم دائما هو المشعر الاول لمشاكل الاسنان بشكل عام او بوجود خراج. المريض بشكل عام عندنا مريض نحن مهمل للصحه الفمويه بشكل كثير كبير. طبعا عنده رعب من طبيب الاسنان، هو لحد الان فوبيا في دراسات عليه هذا، يعني لسه في اسباب كثيره لها، بس هلا بالنهايه يعني الابره اللي ما بتاخذها على معالجه السن رح تاخذها على القلع. تماما. فعمليا احنا خلينا نحافظ السن ونتابعه من اولته ونعالجه بيكون افضل. طب دكتور، كثير من الاشخاص وقت بيصير عندهم خراج او ورم بالوجه بيمتنعوا عن زياره الطبيب، بيقولوا انه نحن اذا رحنا لعند الطبيب ما رح يقدر يعمل لنا شيء لحتى يروح هذا الورم، ممكن انه يروح. هل هذا الشيء صحيح؟ خلينا نوضحه. هلا هو في عندنا كثير ثقافات شائعه بالنسبه لموضوع الاسنان منتشره، مو بس هذا الموضوع، في كثير امور. المريض والله بيسمع كلمه جار اخذت لك اخذت هذا الدواء ومشي حالي وما في داعي تروح لعند الدكتور، الدكتور ما راح يشتغل لك لحتى يروح التهاب، مسكنات بياخذ مسكن، بياخذ انتبيوتك من عنده من حاله وبيترك الموضوع. طبعا هذا الشيء غلط، لانه في كثير حالات نحن الخراج ممكن يرتاح المريض الا اذا انفتح السن. في ناس بتفتحه دكتور، في ناس بتضغط عليه لينفتح يعني كمان. هذا الشيء مو دائما الخراج بيكون له ناسور على اللثه لحتى يطلع، لما بيكون بيوصل الخراج لمرحله ناسور على اللثه ممكن يضغطوا بيرتاح، بس هو عمليا ما حل المشكله يعني. هون احنا ما حلينا المشكله يعني، هو عمليا ريحه مثلا لفتره، بده يرجع يصير عندنا تجمع قيحي او تجمع مفرزات التهابيه،
ويرجع يتشكل خراج ولا يمكن يمتد لأسنان مجاورة له. يمكن هي من أهم المضاعفات إذا ما تم علاجه بالوقت المناسب. إذا بدنا نضوي أكثر على المضاعفات في حال صار الإهمال وأنا ما رح أتعلم هلا في حال صار الإهمال لصة. نحن الخراج ممكن يتحول لكيس. الخراج طول ما هو ضمن مرحلة تخرج وما صار في عندنا كيس أمل الشفاء فيه أكبر بكثير من أنه يصير يتحول لكيس، لأن أغلب الأحيان هاي الأكياس بنضطر لقلع الأسنان أو أنه ندخل عليها جراحيا. ممكن إذا كانت أسنان أمامية نعمل شيء اسمه قطع زروة، بنعالج معالجة جيدة للعصب وبنرجع بنفوت على الزروة، بنقطع تلت الزروة منها بنحط حشوة راجعة وبتتعالج. أما في حال كان مجرد خراج لسه ما صار تشكل الكيس حواليه، لا هون نحن بنتدخل عليه بتدخلات نظامية عن طريق سحب العصب أو إعادة معالجة الأغنية في حال كان سن معالج سابقا، وجلسات متكررة لتنظيف الخراج طبعا مع ضمادات مناسبة له. نعم. ممكن بهيك حالة نحن نلح السن وما نخسره أو ما نضطر للتداخل الجراحي. بالنهاية تداخل جراحي هو رد يعني كان للعظم وكان للسن. تماما. خلينا نوضح أكثر، في حال الشخص فعلا أخذ أدوية مسكنات أو أدوية التهاب خف هذا الورم ما راح لعند طبيب أو حس أنه الخراج راح، شو هي المضاعفات اللي ممكن تصير معه لبعدين؟ ممكن يرجع الخراج نفسه يظهر بنفس المكان أو بمكان ثاني؟ هلا خلينا نحن نحكي أنه أنا عندي خرطوم مي في تنقيط مي، اوكي انا جيت جبت لزقه او لزقته مثلا انا حليت المشكله ولا لا؟ اوكي يمكن هلا وقفنا التسريب بس بعد فتره رح يظهر بمنطقه ثانيه ورح او يتوسع بنفس المنطقه. نفس الشيء بالنسبه للخراج، نحن اذا عندنا خراج نحن ما تمت معالجته واخذنا مسكنات، هي عباره عن مثل ابره البنج ساعتين وبتروح، مسكنات كمان 8 ساعات وبيروح تاثيرها. دواء الالتهاب اللي اخذه هو مو دائما هو حل مجدي. هلا في حالات ممكن نحن نكتفي بالعلاج الدوائي من دون اي تداخل. بالنسبه لطبيب الاسنان ما بيتداخل بس بيكتفي بعلاج دوائي. بس هذه الحاله مو المريض هو اللي بيقيمها، طبيب الاسنان هو اللي بيقيمها، لانه ما غير قادر هو انه لا هو ولا صيدلاني ولا اي طبيب ثاني هو قادر انه يعطيه وصفه للاسنان. تمام. لو لهيك ما كانوا حطوا طبيب اسنان، طبيب كليه، طبيب غدد، طبيب كذا. في منهم لحالهم بالبيت بيعملوا هاي الطرق البدائيه، بحط توم للسن، بحط توم، بحط قرنفل، بحط آلة ستي زيت وبيحطوا الف قصص. الدكتور ذكرت بعض الاضاءات على موضوع الخطه العلاجيه، خلينا نتوسع اكثر. اليوم بتختلف الحاله من شخص لاخر، قد ايه مده العلاج؟ ايمت انت اليوم تقول انا مضطر للقلع او الجراحه؟ هلا نحن بالنسبة للخراجات السنية طبعا بتختلف من شخص لشخص وبتختلف حسب شدة الخراج وحسب حجمه وحسب استجابة المريض للمعالجة. ممكن نحن جلسة والثانية نحشي، ممكن جلسة ثلاث جلسات، ممكن خمسة، ممكن يمد معنا علاج الخراج لمدة ست شهور إذا كان خراج كبير. نعم. هذا الموضوع بيختلف حسب حجم الخراج وحسب استجابة المريض للمعالجة والتزامه طبعا بالجلسات. والله مريض كمان بيجيني جلسة وبعد ثلاث شهور حتى يفكر يرجع يزورني الجلسة الثانية، هذا أكيد رح يكون نتيجة المعالجة هي الفشل وقلع السن. إمتى بنقرر نحن القلع؟ في حال لم يستجب المريض على العلاج، لا إن كان بالضمادات ولا إن كان بالتنظيف، أو في حال كان عندنا كيس متشكل على الأسنان، في حال كان عندنا نخور واسعة تهدم بشكل كمان سبب بخراجات كمان هون نضطر للقلع. في حال كان معالجة عالجناها ورجعت نكست أكثر من مرة كمان هون نضطر للقلع أو نلجأ للقلع أو تداخل جراحي. طيب دكتور، من هنا الأشخاص الأكثر عرضة للخراجات، وهل هي الإجراءات يمكن التجميلية اللي ممكن أن تسبب هذا الشيء؟ هل ممكن أنه يكون في أدوات مجرسمة أثناء إصلاح الأسنان أو شيء معين خلى هذا الخراج، أو ممكن هو يكون شيء من الجسم من الأساس؟ من الطفل عمره 3 سنوات للمريض اللي عمره 90 سنة هني الناس أكثر عرضة للإصابة بالخراجات. ما في حدا مستثنى. ما في استثناء. المريض العناية الفموية السيئة. هلا في عندنا استثناءات للمرضى اللي بيكون عندهم أمراض جهازية، مثلا مرضى السكري كمان بتزيد عندهم نسبة الإنتان أو نسبة المشاكل السنية، مثلا مرضى اللي بياخذوا جرعات كيماوية أو جرعات شعاعية للسرطانات. كمان بتأثر على المواضيع هذه. المرضى اللي بيكون عندهم حالات صراع كمان بدهم ياخذوا أدوية ممكن تأثر على اللثة وتعمل ضخامات باللثة وتعمل مشاكل بالأسنان. في متلازمات طبعا مرضية معينة كمان ممكن تكون لها تأثيرات على الأسنان، بس مو بالنسبة لموضوع الخراج. بالنسبة للخراجات قولا واحدا، هو عندنا صار عندنا فيه تداخل ما بين الوسط الفموي الخارجي وما بين داخل السن،
صار في عندنا نخل وصل للعصب صار عندنا الخراج. طيب دكتور ذكرت بعض الحالات اللي بترافق امراض سكري اللي بياخذوا كيما وهدول القصص، اليوم هل عم يكون المعامله الطبيه بموضوع العلاج نفس المعامله العامه للناس؟ نحن بنعرف انه مرضى السكري وقت بيكون انت اليوم مضطر انك تعمل قلع او جراحه بالفم، في اجراءات المفروض تتخذ قبل هي العمليه، تنزيل السكر، ضبط السكر، بخافوا من النزف اطباء الاسنان. هلا لك شغله، بالنسبه للمرضى اللي عندهم مثلا مشاكل قلبيه دائما احنا نطلب استشاره قلبيه. في خطه علاجيه لكل مريض، بتتحكم معنا مثلا بنوع المخدر، بتتحكم معنا بالكورس تبع الانتيبيوتيك اللي بدي اعطيه، ممكن اذا عم ياخذ مميعات بدي اضطر اوقف مميع، ممكن اذا كان مريض سكري بدي اشوف شو نسبه السكر اللي عنده، اذا هي بتطلع لنسبه كثير كبيره فوق 180 مثلا بشكل دائم بتضل عنده، هذا بيكون عنده ريسك للانتانات بيكون اكبر. نعم. او شفاء الجرح عنده بيكون لوقت اقل، حتى ببعض الحالات نحن أكثر نبتعد عن الزرع، مثلا زرع الاسنان مثلا ممكن نبتعد عنده عند مريض سكري الغير مضبوط، يعني مريض سكري مضبوط ما عندنا مشكله معه، هو يعامل معامله مريض طبيعي، بس مع فارق انه ننتبه نحن على موضوع التخدير. الشغله الثانيه انه بالنسبه للمرضى اللي عندهم امراض جهازيه عامه، نحن نمشي بناء على تعليمات الطبيب، المريض السكري بده يمشي بناء على تعليمات طبيب الغدد، هذه طبعا نحن نطلبها استشاره، مريض الكليه بده طبيب اخصائي الكليه والجراحه البوليه كمان بده يعطينا استشاره، مريض القلب بده يجيب استشاره قلبيه من طبيبه بنوع المخدر بالانتيبيوتيك بالكورس اللي بده ينعطى له. طبعا هي معلومات عندنا نحن، ولكن نحن مشان ما نتدخل على او نطحش على اختصاص غيرنا، مشان نكون نحن بالسليم نحن والمريض، لانه طبيبه القلبي او الغده او كذا هو الاقدر على تقييم حالته من طبيب الاسنان اللي هو بس مهمته انه يعالج. نعم مطلوب الاستشاره اكيد بين عده اختصاصات أكيد. وطبعا هلا المرضى السكري مثلا اكيد عندهم شفاء رح يطول اكثر من المرضى الثانيين. طب دكتور خلينا نحكي شوي عن العناية بالفم والأسنان، يعني مثل ما ذكرت من شوي إنه مو كتير هذا الموضوع ما فيه ثقافة واسعة، يعني يمكن هذا الشيء لازم يكون من صغر، خلينا نحكي عن النقاط الأساسية للعناية لحتى نتدارك أي مرض ممكن يتعرض له الواحد بالأسنان. هلا دائما بنقول نحن هذه العناية ثم العناية ثم العناية، هي أهم شيء، عرفت كيف؟ هلا في عندنا طبعا أهم وسيلة من وسائل العناية هي تفريش تشيك دوري مضمضة دوري قديش كل قديش تقريبا؟ كل ست شهور يفضل ان واحد يعمل تشيك اب لاسنانه. الفرشاية طبعا نوعية الفرشاية ونوعية معجون الاسنان وطريقة التفريش هي الاساس، نوعية الفرشاية وطريقة التفريش بيلعبوا دور اكثر من معجون الاسنان حتى. صحيح. طيب عرفتي كيف؟ بالنسبة للعناية كمان في عنا الخيوط السنية، كمان في حال كان مريض بس عنده في مسافات بين أسنان ممكن شوي يدخل الخيوط السنية بين الأسنان ينظفها، كمان هي كتير مهمة، ولا بصير عنا نخور بين الأسنان، هي أهم أسباب اللي توصل لالتهابات العصب والخراجات هي النخور بين الأسنان. ليش؟ لأن المريض ما بيكون شايفها لحتى تكون وصلت لمرحلة إسعافية تماما. طيب دكتور خلينا نروح للأشخاص اللي بيروحوا للتركيبات السنية اللي كان بغض النظر عن المسمى، خلينا نقول التجميلي الجراحي، اليوم هل هن اكثر عرضه لحدوث الخراج داخل الفم؟ هلا بالنسبه للتركيبات السنيه تاثيراتها، هلا في حال كانت الامال ما فينا نحكم عليها نحن من دون ما نشوف صور اشعه، بناء على صوره الاشعه بنقرر نحن اذا معالجات العصب معالجات العصبيه معالجات جيده فاكيد مني مثل اي مريض. بالنسبه لي هني اكثر عرضه لمشاكل اللثه في حال كانوا مانن جيدي العناية بالنسبة للأسنان. يعني هلا مريض اللي بيركب مثلا، خلينا نحكي نحن المفروض المتعارف عليها لحاليا مثلا ابتسامة، هذا بفكر حاله انه خلص انا ركبت خلص خاصين ما عاد في داعي فرش اسناني ولا عاد في شيء، لا هون انت يعني. انت لازم تعرف انه عنايتك لازم تكون دبل عن الشخص العادي. صحيح. دائما السن الطبيعي ما في شيء بيعوض مكانه، لا ان كان زيركون ولا ان كانت افضل المواد الموجوده حاليا، ما في شيء بيعوض عن سن طبيعي. لا ان كان بتنظيف الغريزه اللي بيعمله لسان، لا ان كان بالنسبه للاكل، لا ان كان بكل شيء يعني. اكيد دكتور. عرفتي كيف؟ هو في حالات نحن حتى تجميليا يعني في حالات بيقول لك عندك استطباب تجميلي. اما هون هلا حاليا اللي عم يصير حاليا هو عباره عن موضه تجميليه ليس استطباب تجميلي، الا لما يكون في عندي تراكب اسنان، لما بيكون في عندي مثلا
فراغات بين الاسنان، في عندي اسنان مخلوعه، هون ممكن اني الجا للحلول التركيبات او التجميل. هلا صارت موضه دكتور، هلا صارت يعني ما بقى موضة. انا جاي على بالي اعمل ابتسامه مشاهير. طيب اوكي، شو عرفك انه هذا المشهور اللي عمل هاي الابتسامه ما كان هو عنده حاجه ضروريه لها؟ مو بس انه خلص نحن صفينا اسناننا خالصين، تماما، المفروض نحن نشوف شو الحاجه للموضوع ونشتغلها. ذكرت انه الاجراء اللي بيعمل اجراءات تجميليه هو بحاجه اكثر لعنايه باسنانه. طبعا طب ذكرت انه لازم كل شخص يشيك على اسنانه كل 6 شهور عند الطبيب، هل اللي عنده عمل اجراءات تجميليه كمان نفس المده او ممكن تكون اقل؟ لا، نفس المده، كل 6 شهور يفضل يعمل تنظيف للسه، اذا كان بيشوف اذا كان في متراكم عنده كلس، في تصبغات على التركيبات المركبه، في اي شيء، بيعمل تشيك وبيعمل صوره بانوراما. يعني ما حدا مؤاخذه، هي صوره البانوراما ولا ان كان زياره طبيب اسنان ما حتكلفه معالجه سن واحد في حال هو اهمل هذا الموضوع. واكيد رح توفر اليوم، رح توفر ألم تماماً. يعني ألم. دائما بيقولوا الم الاسنان هو يعني افظع الم ممكن نشعر فيه. تماما، هلا بنبلش بالسن بمعالجته من اولته، من اول مرحله، غير لما نحن نتركه ليوصل لمراحل ممكن نضطر نصير نعالج 3 اسنان مثلا. اكيد طالما احنا عم نحكي عن وضع ممكن، حاله ممكن تصير فيها عدوى، فاكيد البدايه هي افضل. دكتور، بنصائح اخيره لو سمحت. هلا النصائح الاخيره، دائما نحن بنحكي العنايه ثم العنايه ثم العنايه، هي اول شغله، لانه درهم وقايه خير من قنطار علاج. هي الناحيه الاولى. الناحيه الثانيه، اي شخص عنده مشاكل باسنانه ما بنروح على الصيدلية يعطيني دواء التهاب اعطي باطي. تماما، ونصيح هي طلب من اخوتنا الصيادلي كمان، انتم ما تعطوا دواء لمريض اسنان من دون ما يكون فيه وصفه طبيه مباشره، لان راح تضروه اكثر ما حتفيدوه، راح تتفاقم عنده المشكله. شو ممكن اليوم الصيدلي يعني حتى هلا الصيدلي ممكن يعطيه في حال اجاب حال اسعاف يعطيه مسكن الام لحتى لثاني يوم، بس انه يروح لعند الطبيب في حال كان مثلا وقت هو بيستمر بهذا المسكن. تماما، بس انه هذه بيوزعه للجيران. هذا انا والله ارتحت عليه خالصي. طبعا غسولات الفم ان كان البدائي اللي هو مي وملح، وطبعا هو من افضل الغسولات، ان كان الغسولات الموجوده بالصيدليات بتركيباتها المتنوعه. قد ايه الموجوده بالصيدليات قد ايه المفروض نحن يعني نستخدمها بالنهار؟ هلا انا برايي ان استخدام المي والملح هي افضل بكثير من الغسولات، الا في حال كان عندنا حاله مثلا لسه ناسفه، في حال كان عندنا لسه هريمي او شيخوخه لسه، هون بهي الحاله بنفضل نحن نستخدم غسولات الموجوده بالصيدليات بتركيبات معينه ممكن تكون متخصصه بهذا الموضوع. دكتور، نزف اللسه بينظر لشي مشاكل؟ نزف اللسه معناتها في التهاب لسه، لسه بتحتقن، ممكن انه يصير خراجات او اي شيء ثاني. هون مو خراجات، هون نحن اكثر شيء مشاكل لسه، يعني بصير بتتراجع عندك التهاب لسه، بتتراجع اللسه لورا، بصير بتهز عندك الاسنان، نخسر الاسنان. احنا اسناننا احيانا ممكن تكون سليمه ما فيها اي نخر، بس نخسر الاسنان من وراء الالتهابات اللثويه وتراجع اللثه والعظم. طيب دكتور، اليوم اذا بدنا نحكي عن اخطاء شائعه او استخدامات شائعه، البعض بيقول او شفنا دراسه مؤخرا انه خيوط الاسنان كثره استخدامها كمان عم يكون لها تاثير جدا سلبي على الاسنان. خيوط الاسنان في حال تم استخدامها بطريقه خاطئه اكيد لها تاثير سلبي، لانه هي عباره عن شيء عم يرد اللثه، فعمليا بدك تعلم. ايمت اليوم حضرتك بتلجأ له؟ خيط الاسنان بشكل دائم المفروض يكون موجود نحن عندنا للتنظيف، للتنظيف بين الاسنان حصرا، يعني خيط الاسنان. بس شو بده يتعلم المريض؟ طريقة استخدام الخيط بشكل نظامي، لأنه نحن بدنا نمشي مع السن لحتى ننزل تقريبا لأول الجيب اللي سوي، وبعدين بنطلع على حافة ملامسين للسن، وبننزل بين بالسن ونكبسه على اللسة، هيك كبسنا للخيط على اللسة صار في رد قولا واحدا. تمام دكتور، بدنا هو نتشكرك. خطأ الخطأ الشائع هو طريقة الاستخدام وليس في ناس كثير دكتور طريقة الاستخدام بالبيت، مو يعني مو الخيط بحد ذاته هو المشكلة، طريقة استخدام الخيط هي المشكلة. حتى الفرشاة إذا بدنا نجي نحن نحكي طريقة كمان طريقة التفريش إذا كانت غلط ممكن تعملنا سحل لأعناق الأسنان، ممكن تعمل تراجع لسة، ممكن تعمل التهابات ونزف اللسة بشكل دائم. بدنا نتشكر حضورك دكتور والمعلومات اللي قدمت لنا اياها، وبنتمنى السلامه للجميع. شكرا لكم وعلى الاستضافه تكون حلوه. شكرا لجميع المتابعين، وان شاء الله نكون قدمنا شيء في الفائده للجميع. اهلا وسهلا دكتور، نورت صباحنا لليوم، يومك حلو اكيد.